السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين بخير وعلى خير وما ناقصكم خير كالعاده. كنبداو نهارنا بالصلاه على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. نهار جديد وفيديو جديد، اليوم بديتو معكم. المهم هاد المقدمه، هاد الفيديو كان قديم قبل العيد، ولكن انا بغيت ندير هاد المقدمه باش نبارك لكم العيد، نقول لكم مبروك عواشركم، نخليكم بالصحه والهنا وطول العمر، واللي ناوي شي حاجه الله يوصلوا ليها. وكنتمنى العيد يتعاد عليكم دائما باللي تمنى شي واحد. المهم واخا جا مؤخر، المهم ما نزلت معكم والو في نهار العيد، ظروف خاصه بيا الحمد لله والشكر لله، وايامنا دائما عيد ودائما نزلوا معكم ان شاء الله بحول الله، وهذا الشيء اللي كاينه. المهم لقيتوني هاد الفيديو هذا، انا قلت لكم شنو كاينه، يعني كنت بديته معكم من بلا فرنكا، كنت مشيت نسخر ودرت معكم الوصفه وغادي ننزل معكم ان شاء الله، وهذا الشيء اللي كاينه. المهم حبيباتي لقيتوني جيت لبيلا فرانكا، عندي شي شغيل غنديرو، عندو انا وبنياتي نتسخر نشريو شي حاجه. المهم وغادي نوري لكم شنو كاينه. هادشي اللي كاينه، الدنيا غزاله مخضره، عوا الجو اليوم بحال اللي سكورو شويه، يعني مغلوق هنا، بقينا استرادي باريوم جدوده تسنيناها حتى فتحت، وقلنا غادي ندخلو نشوفو شنو كاينه ونشاركو معاكم. كاين حويجات دخلوا، يعني قويميجات ديال الخيط مزيونين بالكميمات وطويولي للبنيتات، كانوا كيديروا 1999. كاين الكونخونتوس حتى هادو عاود الخيط بالنسبه للبنيات، يعني مزيونين طوالين شويه مستورين، تزيد عليهم غير شي بودي هيدا. وكاين الحاجات اللي نصكم عاود بحال هاد الفليضه، عاود كتمشي بالكاميسا يعني بالقويميجه ديالها، تاود الخيط مبرد. كاين استرادي باريو فيه ما يدار زعما، اللي والاثمنه مناسبه والكاليدات ديالو حتى هي مزيونه، ماشي شي كاليدات عاليه ولكن مزيونه فيها ما يدار. كاين عاود هاد السراول هادو هما مزيونين، القويميجات ديالهم يعني كل حاجه عندها ديالها، الفليضه عندها ديالها والسريول عنده ديالو. المهم التبزيره اللي غنحتاج في الطريفات ديال الدجاج ديالي، هنا عندي المعدنوس وعندي شويه ديال الاوريغانو اللي وزعته بصله محكوكه، شويه التوميه باش تقدروا تعاودوا بالدي ان تي ديال التوم، شويه العطريه ديال الدجاج، القزبر حبوب، شويه الكمون، شويه الابزار، سكنجبير، خرقوم بلدي، شويه راس الحانوت، شويه التحميره ومليحه والليمون وتشع عصيره الليمون وشويه ديال زيت العود. هادي هي التشارميلات، تقدروا ترقدوهم واللي مزروب بحالي راه غادي يبدا ديريكت. ننزل نخلط الشارميلات كيفتوني. المهم غادي نخلطو الشارميله ديالنا وغادي نرقدو فيها الجوجات. المهم تقدروا تزيدوا اللب ديال الليمون، انا ما زدتوش لان بنتي هكا تاكلو عشا، هذا هي دايما تخطفلي ليا، دايما تسب في البيت هو اللي تاكلي كلشي، وانا سبت فيك في التيك توك. مشكله اي حاجه يعني ما تكونش ما كنديرهاش يعرفوها لحقاش ولادي ما كياكلوهاش. شتي ولادي انا ما كناكلشي وانا كيخرب بزاف. المهم غادي نرقدو هاد الفخيدات فهاد الشارميله وخليهم شويه عاد ديك الساعه غيطيح لك اللاطا. شويه ديال البصله تقدروا تزيدوا عليها طماطيش، انا اختكم راه ما عندهاش مطيشه في الدار. لان حنا اليوم في الاخر د السيمانه وما تسخرناش هاد السيمانه. هاد الشريميله حتى هي غادي ندخل في هاد البصيله اللي غنفرشها هنايا. غنقول لكم ولادي راهم دايرين بيا وكيتفلاو عليا، انا كنشكي لكم. يلا كحزوا لي. اوا عبيد انا كنضحك عليك لالا. يلا المهم غادي نستف هاد الفخيضات، انا قلت لكم يعني الكميه كتختلف من اذا كان عندكم الناس بزاف زيدوا. المهم انا وبنياتي بجوج والراجل ديالي. من بعد ما درت الجوجات ديالي دابا قلت غادي ندير شويه ديال الروز بالفداوش اللي عرافق بيهم. انا عنجنن دابا شهد الاكله، شهد بنتي ملي كنقول الاكله كتموت بالغدايب وريسو غادي نطقني كشهد هاد النهار هذا. انتي ما تشجليش اليوم الا
هنا زبيدة مع زويتة، وهنا عندي واحد الكويس ديال الشارية. انا ديت ديك كابيوليان خال اللي هي رقيقة مرة، غير غيعمل يعني غليظة شوية عملها. انا هذه اللي موجودة عندي، بغيت عا نسولكم واش من ولادكم اللي كيشدوا العطلة؟ انا دابا راه ما كنحملش ولادي يشدوا العطلة، ما كرهتش شي مدرسة في الصيف. الله العظيم انا كنحلف بالله العظيم ما كرهتش شي مدرسة في الصيفية ومدرسة في الشتاء. لا تجاني شاني لا دار كتجمع لا شغل كيتقدى، والنهار كله انت قبقريش هدا حشم قبقريش هدا حشم قبقريش هدا. يا ربي ترزقني الصبر يا ربي في هاد الصيفية. المهم صافي اللي غدا تحمر انا غدا نرجع معاكم بحال دايما، راه سبق لي منزلها ومنزلها. المهم انا بقيت كيفكم راه مع هادو مع هادو راه عالم. المهم زدت الروز، انا الروز عندي غير عادي يعني ماشي بسماتيل شي ماركة البراطيني المركبة. المهم لي كنشحرو ديك الرويزة بديك الزبيدة والزويتة، هنا عندي جوج كيسان الروز يعني اربعة كيسان ديال الماء. بسم الله ما شاء الله العبار هو هذا نقشوي. ايوا عندي واحد الربيعه اربعه ديال الحبيبات نسمو بهم، ما بقى لي شي ديك بابيانا، وغادي ندير واحد وريقه سيدنا موسى ومليحه ولا شي عود القرفه زيديه، انا ما عنديش غادي نكتفي واحد نتيفة، وغادي ندير شوية ليبزار غير شوية صافي. غادي نحركو كلشي وغادي نغطيوه نقلو عليه شوية دالعافية ونخليوه حتى يطيب على خاطرو ويتشرب هاد المريقة اللي فيه كاملة. ساليت كنتمنى يلقاكم هاد الفيديو في أحسن الأحوال، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.